بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، وأول الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الأخبار صبرا
فكل فعالكم حسن جميل فكل فعالكم حسن جميل حسن جميل ولكن الأمر لله إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله العظيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم هذه الآية القرآنية المباركة والآيات التي تلتها وسبقتها نزلت في واقعة أحد سنة 3 للهجرة تحدث الله تبارك وتعالى عن واقعة أحد ما يناهز 60 آية في سورة آل عمران وقعت هذه الواقعة واقعة أحد في الشهر 15 من شهر في اليوم 15 من شهر شوال وواضح بأنها أعقبت استشهاد حمزة والمأساة التي تلت هذه الواقعة الأليم حمزة الذي كان في الواقع يلقب بأسد الله وأسد رسوله حمزة الذي هو أخ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة من طرفين وقد فصلنا في هذا المجال في جلسات محاضرات سابقة حمزة رضوان الله تعالى عليه قصة إسلامه عجيبة واقعة وهي تكتشفها الكثير من المعاجز ومن الأحداث التي ينبغي لنا كمسلمين أن نتخذها أسوة وقدوة ونبراسا نستضيء به في طريقنا حادثة إسلام حمزة رضوان الله تعالى عليه حادثة يمكن أن تعتبر من أعظم الحوادث الإلهية الربانية واقعا تتسم بالحكمة بأعلى مراتبها ولها شبه فيما يدور في عصرنا الحاضر من تكالب أمة الطغيان على كلمة الحق يروى بأن أبا جهل مر على رسول الله لشرف ذكره الصلوات وهو عند الصفا يتعبد فسبه سبا لاذعا يذكر المؤرخون عبارات السب التي قذفها أبو جهل لعنة الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه ساكت لم يبد منه أي حركة أو فعل أو قول ولما رأى أبو جهل
هذا الإعراض والسكوت من النبي في الواقع تمادى في طغيانه، أولغ في سبه، أولغ في شتمه. والله تبارك وتعالى يعلمنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لكن الطرف الآخر يعتبر هذا نقص. على أي حال، بعدها انصرف أبو جهل إلى نادي قريش عند الكعبة، جلس هو وقومه. عاد حمزة على عادته من الصحراء وإذا به، سبحان الله، الله تبارك وتعالى يهيئ امرأة كافرة أما يملكها شخص كافر، كانت قد سمعت ما دار وما بدر وما صدر من أبي جهل إزاء النبي، فقصت ذلك على سيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليه، وقالت له القصة في الواقع تفاصيلها. هنا استشاط حمزة غضبا، استشوف الله تبارك وتعالى، إذا تكون مع الحق سوف ينصرك الله ولو يهيئ لك كافرا غير موحد ينصرك. وإذا بها امرأة أما يملكها شخص كافر، امرأة لطيف، رأيت بعض المؤرخين يقولون امرأة كافرة سيدها كافر، ونقلت لكافر، لأن حمزة رضوان الله تعالى عليه آنذاك ما كان مسلم. شوف شلون الله تبارك وتعالى عندما يريد أن ينصر عبده يهيئ له وسائل، حتى أن غير مسلم غير موحد يصير يدافع وينصر ويرفع كلمة الإسلام عالية. طيب، هنا لما نقلت ذلك، وفي الواقع الظلم ينبته كل إنسان، أما والله إن الظلم لؤم ولا زال الظلوم هو الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الفصول. يعني أنت تشوف هذا الظلم اللي حرك، ترى حمزة ما انطلق من سعرات وحمية قبلية أو حمية في الواقع عربية أبدا، وإنما لما سمع بالظلم ومستوى الظلم الذي وقع على رسول الله، وتلك المرأة أيضا انطلقت من هذا المنطلق، لما شافت هذه المظلومية في الواقع جعلت نفسها في موقع الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظلم يجعل الرأي العام يستيقظ، يجعل الرأي العام يتعاطف. واليوم نشوف هذا أمام أعيننا كيف أن ظلم هذه الطغمة وهذه الشرذمة جعلت الرأي العام العالمي ينهض ضدها ويصرخ بصوت واحد. طيب، جاء حمزة عم النبي الذي كان في الواقع يتمتع بصفتين ونادر ما تحصل في شخص، الشجاعة والقوة. يعني أحيانا تشوف إنسان قوي لكن ما عنده شجاعة، جبان، وأحيانا تشوف إنسان شجاع لكن ما عنده ضعيف البنية، ضعيف البنية. كلا هاتين الصفتين المنقبتين اجتمعتا في حمزة، كان شجاعا وكان قويا. قوته بعد شجاعته واضح من هذه الأسرة الهاشمية التي عرفت بالشجاعة. جاء حمزة إلى الكعبة المكرمة وطاف في البيت، ثم جاء إلى أبي جهل. التفت هنا أبو جهل آنذاك يعتبر القوة العظمى، أبو جهل رهيب الجاه، أبو جهل لم يكن
يستطيع أحد أن يرد عليه كلمة. جهل. وجالس في نادي قريش وكبار قريش تحفه، جاء إلى أبي جهل فأخذ قوسه وشج رأس أبي جهل بقوسه، ضربه ضربة قوية أدماه، وأمام الملأ وأمام نادي قريش وكل كبار قريش يرون ذلك. طيب، هنا ضربه ضربة وقال قولته المعروفة، قال: أتشتم محمداً وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد ذلك علي إن استطعت. قصاص حمزة سيد الشهداء من أبي جهل كان أشد من فعل أبي جهل. ليش؟ أولاً، أبو جهل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان على جبل الصفا، ربما كان بمفرده، ومن مشيئة الله تبارك وتعالى أن هذه الجارية رأت هذا الشيء، يعني ربما بيكون الذين رأوا ذلك أكثر من عدد الأصابع. لكن قصاص سيد الشهداء حمزة من أبي جهل كان ماذا؟ أمام الملأ، كان في نادي قريش، هذا أولا. ثانيا، في الواقع الجانب المعنوي، أبو جهل اعتدى على رسول الله، اعتدى عليه لفظا، لكن حمزة سيد الشهداء أجابه ماذا؟ لفظا وفعلا، شج رأسه. طيب، هذا ربما كانت تتحمله قريش، وربما كان يتحمله أبو جهل نفسه، لكن أكو شيء أعظم من هذا. الشيء الأعظم هو أنه أعلن إسلامه، يعني أجاب جوابا معنويا، جوابا روحيا، جوابا عقائديا. قال له: مو فقط أنا أضربك أمام الملأ، مو فقط أقتص منك أمام الملأ وأمام قريش، لا، بل أنا أعلن بأني على دين النبي المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله الذي لا إله إلا هو، اليوم هذا اللي قاعد يصير، اليوم قاعد يدخلون الإسلام بسبب هذا الظلم. هذه الدماء لا تذهب سدى أبدا، هذه الدماء لا تذهب غبارا، إنما تروي شجرة الحرية، تروي شجرة الجهاد. هذه الدماء تعلي كلمة الله في الأرض. اليوم مو فقط يناصر هذا الشعب المظلوم المضطهد، لا، الكثير اليوم قاعد في الواقع يقبلون على الإسلام، يقول: أي دين هذا؟ أي عقيدة هذه؟ تمتلكها هذه المرأة، تقدم أفلاذ أكبادها وهي تقول أن ذلك فداء للإسلام، أن ذلك فداء للنبي، أن ذلك فداء للعقيدة. وهكذا شبابهم، وهكذا رجالهم، وهكذا نساءهم. طبعا هذا إنما يستمدونه من أبناء علي، نعم، هذا يستمدونه من العترة الطاهرة، هذا يستمدونه من ولاء محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انطلق هذا الإعلان، إعلان حمزة سيد الشهداء رضوان الله تعالى عليه، انطلق كالنار في الهشيم في أرجاء مكة، وكان كالقذيفة على قلب أبي جهل وعلى كبار قريش وعلى ناديهم. أسلم. هذا في الواقع يعتبر بمثابة إعلان ساحق لجميع ما يمكن أن يتصوروه. شفت بعض المؤرخين جميل يقول لو كان أبو جهل يعلم ما سيقول إليه فعله لما كان يفكر في ذلك. نعود. يظن البعض أن إسلام حمزة سيد الشهداء رضوان الله تعالى عليه كان هي هاي الحادثة، لكن في الواقع إذا
تدقق وترجع إلى سيرة سيد الشهداء حمزة تشوف أنه لا، هذه كانت في الواقع الذريعة، كانت البوابة، هذه كانت الومضة التي في الواقع اكتشف حمزة سيد الشهداء حريته، وإلا هو كان على هذا الدين قطعا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل حمية في النار إلا حمية عمي حمزة، فإنها نابعة من دينه، من عقيدته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يودع حمزة، يذكر السيد ابن طاووس في روايته يقول أن كانت الليلة التي أصيب فيها حمزة سيد الشهداء، يعني في ليلة ما واقعة أحد 15 شوال، يقول: دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: يا حمزة، يا عم، يوشك أن تغيب غيبة بعيدة، فما تقول لو وردت على الله تبارك وتعالى وسألك عن شرائع الإسلام وشروط الإيمان؟ فاستعبر حمزة، تقول الرواية بكى، يخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه آخر ليلة، هذه ليلة الوداع، وأنت مقبل على حياة جديدة، مقبل على دار الخلود. قال: بأبي أنت وأمي، أرشدني وفهمني يا رسول. قال: يا حمزة، تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأني رسول الله بالحق؟ قال: قد شهدت. بعد شنو؟ قال: وتشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الصراط حق والميزان حق وتطاير الكتب حق ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: شهدت بذلك. قال: وتشهد أن عليا أمير المؤمنين. قال حمزة سلام الله عليه: شهدت وأقررت وآمنت وصدقت. قال: وتشهد أن الأئمة من ذريته، ذرية علي سلام الله عليه، ولده الحسن والحسين والإمامة من ذرية الحسين. قال: شهدت بذلك وآمنت وصدقت. بعد قال: وتشهد أن فاطمة سيدة نساء العالمين. قال: نعم، صدقت وشهدت بذلك. نعم، أعظم ما ناله حمزة سيد الشهداء هو الشهادة. ومن الخطأ الكبير، للأسف اليوم المسلمون يروج لهم، يكتب لهم تأريخهم، يقولون أن الإسلام قد هزم في أحد، وهذه كذبة وافتراء على الإسلام. الإسلام ما هزم في أحد، الإسلام انتصر في أحد. نعم نعم، هزم أولئك المنافقون، هذا مسلم، لكن هل خسر الإسلام وقعة أحد؟ أبدا. شوف الدليل، شر الدليل: أولئك جاءوا لأجل ماذا؟ سؤال، سؤال بكل بساطة، جاءوا لماذا؟ للقضاء على الإسلام. هل تمكنوا من ذلك؟ كلا وألف كلا. إذن الإسلام لم يخسر، إذن الإسلام لم يهزم في أحد. يقولون: زين، سيد الشهداء حمزة استشهد، هذا فخر، كرامتنا من الله الشهادة. سيد الشهداء حمزة أعظم ما ناله هو الشهادة، والمسلمون انتصروا، يعني الإسلام انتصر،
الإسلام المحمدي الأصيل انتصر، اللي بقى مع رسول الله الثلة أولئك هم الذين انتصروا. نعم، اللي خالف أوامر الله تبارك وتعالى حصلت فيه الهزيمة. وخالد بن الوليد التاف حول المسلمين وأوقع القتلى وأوقع الشهداء، ومن ضمن الشهداء سيد الشهداء حمزة، إلا نفر قلائل منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ثبتوا صمدوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأصيب النبي الأعظم وكسرت ثناياه وأدميت جبهته الشريفة. وفي هذا اليوم أيضا استشهد حمزة سيد الشهداء، قتله وحشي بأمر من هند أم معاوية ابن أبي سفيان وجدة يزيد ابن معاوية. فينبغي لكل من يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يواسيه ويتبرأ من قتلته ومن محبي قتلته. نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حزن حزنا شديدا عندما رأى عمه سيد الشهداء حمزة، ايش تقول الرواية، في بطن الوادي وقد مثلت به هند آكلة الأكباد. فبكى بكاء مر، بكى رسول الله على عمه بكاء مر. صلى عليه وصلى على الشهداء. شوف اسمع هذه، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة سمع نساء الأنصار يبكين شهداءهم، فذرفت عيناه الدموع وقال ما لي لا أرى حمزة بواك. الله أكبر، ساعد الله قلبك يا رسول الله. ما لي لا أرى لعمي حمزة بواكي. يقول يا رسول الله انظر إلى أحبابك وأصحابك، انظر إلى شيعتك ومواليك يبكون مواساة لك، مواساة لك يبكون عمك حمزة سيد الشهداء. لما سمع المسلمون وخصوصا الأنصار بذلك ضجت نساء الأنصار بالبكاء على حمزة. يقول الواقدي، يقول عندما قال رسول الله ذلك لم تبكي امرأة على ميت بعد قول رسول الله إلا ابتدأت بالبكاء على حمزة سيد الشهداء. وهكذا فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تأتي إلى قبر عمها حمزة سيد الشهداء تبكي عليه. فاطم على عمها تهيل دمعة جرية، أي فاطم على عمها تهيل دمعة جرية، أي نصبة لجل فقد عزاء فقدك يا عمي نحت جسمي واهمل العين وذايب فادي بالحزين من غالك البر في المعركة يا عمي فتتي فادي
الضرر ضلعت وكسرة أو ينظر لحقك يم الحسن بطلين يا حيا حزينة واسي واسي بارك الله بك هذه ليلة مواساة إن شاء الله كلنا نسجل أسماءنا في ديوان سيد الشهداء حمزة يم الحسن بطلين يا حيا حزينة بعدي وبعد عمك جنين ساقطين وضلعت يا بنتي بعد عينك عسرين ومن بعد فقدي عشتك ما هي أهلين الوالد المذبوح يا الله
اللهم نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطيبين الطاهرين. عجل ظهور إمام زماننا يا الله. اللهم بحق سيد الشهداء حمزة عم النبي فرج عنا فرجا عاجلا قريبا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين. انصر إخواننا المظلومين المضطهدين يا الله على أعدائهم أعداء البشرية والدين يا الله. اللهم من كان منا طالب حاجة فاقضها له يا الله. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. إخواني أخواتي سألكم دعاء لمريض. اللهم اشفي كل مريض لا سيما المنظور يا رب. اللهم اشفه بشفائك داوه بدوائك أجره من بلائك برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني أخواتي الحاضرون فضهم فردا فردا ضحوائجهم للدنيا والآخرة إلى أرواح الماضين من هذا الجمع الشريف من مات على الإيمان نهدي جميعا ثواب المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.